قطعنا شوط كبير في المحاضرة التانية، فاضل فيها تلت اللي هو هنبدأ فيه الكلام على حلقة أو سلاسل، يعني حلقات العدوى. أفكركم بس إحنا فين أساساً. إحنا بنتكلم في Public Health and Preventive Medicine اللي هو كورس بيقدم لطلبة كلية الصيدلة المستوى الرابع تحت كود MD710. اتكلمنا في هذا الكورس على الكونسبت بتاع البابليك هيلث بشكل عام، اهميته، وعلى ايه اللي بيخلي الهيلث تختلف في الرعايه الصحيه عامه للافراد وللبابليك للجموع. ثم تطرقنا الى كم كبير يعني من المصطلحات، بدا بالماتريكس او المقاييس او المؤشرات بتاعه الصحه ازاي بنقيسها، وركزنا على مؤشر رقمي اللي هو دالي، تكلمنا عليه كتير قوي. ثم تحدثنا بقى عن تعريفات كتير، epidemic, endemic, pandemic. ممكن يكون في بعض اللخبطة عند الناس اللي بتشوف الكلام ده لأول مرة، ولكن بما أننا عايشين في pandemic، بدأ epidemic صغير وانتشر بسرعة ثم اجتاح العالم فصار جائحة pandemic، فاحنا حاسين بيه وفاهمينه. وأول ما نشيل كلمة endemic ونحط zoonotic تبقى هي للanimals. في يمكن تعريف عدى كده، ما اعتقد اتكلمنا على يعني الابيزوتيك ديزيزز والبانزوتيك ديزيزز وحتى الانزوتيك ديزيز او انديميك وانزوتيك اللي هم متوطنين للانسان والحيوان. ده يختلف بقى عن المرض اللي بيجي من الحيوان للانسان اللي بيعدي، اللي بيسميه كروس سبيشيز بارير، وده اللي بيتسمى زونوتيك ديزيزز. هنتكلم عليهم في طرق العدوى. مصطلحات كتير بس هي كلها هتلاقوها يعني بالنسبة برضو للطلبة اللي بياخدوا الكورس ده، أنا مجمعهم في حوالي 52 مصطلح تقريبا على عدد أسابيع السنة كده بالصدفة، هما 52 أو 53 مصطلح، وكلهم موجودين يعني في جدول واحد، وموجودين برضو على الابليكيشن اللي اسمها كويزلت، اللي فيها ممكن تحول أي مصطلح لجيم أو لفلاش كاردز. توقفنا في المحاضرة بقى التانية، كانت طويلة شوية، خدنا يعني ثلثي المحاضرة دي كانت عن زي ما قلنا التعريفات دي كلها، وبعد كده ابتدينا نتطرق في التعريفات كمان للأمراض، مصطلحات الأمراض اللي هي يعني سواء أكيوت أو كرونيك، والإنفكشن نفسها اللي هي قد تسبب المرض وقد لا تسببه، ممكن تبقى لوكال أو تبقى سيستيميك وممكن تبقى فوكال. برضو قلنا ان علم الابيديميولوجي يعني بيتعلق بالامراض المعديه وغير المعديه، كوميونيكابل ونون كوميونيكابل ديزيز، او احيانا بتسمى الساريه وغير الساريه، وان هذا العلم اسس على يد واحد اسمه جون سنو قبل زي كل العلوم يعني لما بتبقى حديثه في وقتها بتقابل مقاومه كبيره في ايامها. دلوقتي نتكلم بقى على كوميونيكابل ديزيز و ايه الخصائص بتاعتها بالظبط. احنا قلنا اي مرض عشان يحصل فيه مثلث او الترينجل يعني epidemic triangle، اللي هو لازم زي كده بالظبط في العلوم الجنائيه كده اكتمال اركان الجريمه، لازم المجرم اللي هو الايجنت بس يكون فيه يعني دافع للجريمه او اللي هو الوسط المناسب، ولازم يكون اللي هيتسرق ده او مكان الجريمه بتاع مهيئ، يعني يكون الشخص الهوست ده في السن المناسب او يعني susceptible يعني. فمن هنا ورايح نستعمل كلمة susceptible. في الأمراض المعدية بقى اللي بيسببها biological agent، في حاجة بنسميها chain of infection، حلقة العدوى. أعتقد برضو سمعنا المصطلح ده كتير جدا بسبب هذا الكورونا فيروس الملعون. هو ال chain of infection بيبدأ طبعا بالمسبب الأساسي المجرم، وزي ما قلنا المجرم برضو أو مسبب المرض لن يعني يستطيع أن يفعل فعلته لو ما أتيحتلوش الظروف كلها. يعني انا دلوقتي لو عندي ديزيز ايجنت قطعت عليه العيش يعني المايه والهواء خلاص هيموت. لو انا عندي ديزيز ايجنت زي الفيروس عايز ينتشر ولا في حد يعدي ولا حد يتعدي خلصت. بس للاسف ما قدرناش نعمل كده في الكوفيد الحالي، يعني في مرض الكوفيد 19 ما قدرناش. في السارس اللي هو حصل في سنه 2003 رغم انه كان مرض قاسي وسريع الانتشار ويعني نسبيا طبعا، بس تم تحجيمه لان قدرت اعزل المريض، بعزله اللي بيسبب العدوى وهو مش مريض برضو بعزله. انا في حاله السارس كان سهل لان كانوا كلهم عليهم اعراض، واللي معرضين لي او المخالطين بحاصرهم، ويعني مش حاصرهم يعني ضدهم، بحاصرهم عشان اعمل لهم
حجر منزلي او حجر في مستشفى وخلاص، والمطارات اتحكمنا فيها وكمامات ومش عارف ايه. الحالي ده صعب لانه فلت بسرعه، ولانه بيعدي احيانا من تحت الرادار، بمعنى ان هو بيجي الناس مش عارفين اي اعراض عليه ولا سخنين ولا حاجه. فهذا الشخص الذي يحمل المرض سواء كان معديا سواء كان مريضا او لا بنسميه ريزرفوار، وقد يكون انسان او حيوان او جماد. ده اللي بيتشال فيه، اللي بيتخزن فيه الفيروس او البكتيريا الايجنت، فبيفضل ينتشر. من غيره الفيروس ملوش اي وجود، او البكتيريا يعني لو بكتيريا موجوده كده مرميه في الهواء مش لاقيه حاجه تحميها وتتبناها، زي برضو ما بيقولوا في مصطلحات الارهاب كده، ده الوقر، ده الشخص. والشخص نفسه قد يكون زي ما قلنا مريض، وقد يكون غير مريض، او قد يكون حيوان معدي للانسان وهكذا. وانس ان في ريزرفوار، انا عايز اوصل من الريزرفوار لمين؟ للسسبتبل هوست، الضحيه الجديده. يبقى ده مصدر هيروح لده. طب ليه ما بيروحش مره واحده؟ ممكن يروح مره واحده في حالات نادره، وهي الامراض المنتقله جنسيا اللي هي الفينيريال ديزيز او السكشوالي ترانسميتد ديزيز. غير كده يجب ان يخرج ثم يدخل مره اخرى. اي فيروس او بكتيريا لا يستطيع ان يخرج من المصدر بتاعه برضه محكوم عليه بالاعدام، الا لو هيعيش بقى في تبات ونبات ومكتفي بشخص واحد. لكن عايز يبقى معدي لازم يكون ليه مخرج. الحاجات التنفسيه مخرجها الفم والانف، الرذاذ اللي بيطلع مننا. الحاجات الهضميه مخرجها الجوف والامعاء، يطلع مع الفضلات، والفضلات بقى تروح في الميه، تروح دبانه تقف عليها حاجه زي كده وهكذا. يبقى انا عندي حلقه سداسيه، او اسف سلسله سداسيه الحلقات اسمها التشين اوف انفكشن. هي دي موضوع الجزء الاخير من محاضره اليوم. زي ما قلنا اول حلقاتها الجسم المعدي نفسه، الشيء المعدي ده لازم يكون ليه حد متبنيه مخزنه، الخزان بتاعه قد يكون مريض او غير مريض، ينقله للشخص السسبتبل. ليه نقول كلمه سسبتبل على طول؟ لانه لو شخص مش سسبتبل لما تعمل ايه؟ لما تحط في بقه المجرم الايجنت مش هيحصل له حاجه. وطبعا زي ما قلنا برضو يخرج، لازم يخرج المخرج عند المعدي، يصل الى المعدي او يعني الذي سيتم عدواه عن طريق مدخل. بعض الحاجات مداخلها هي مخارج، يعني لو فيروس بيجي من الانف بيخش من الانف وبيخرج من الانف. قلنا الحاجات الهضميه ممكن تدخل من البق، لكن بتخرج طبعا من ايه؟ من الامعاء مع الفضلات. وتتنقل ازاي بقى؟ دي اللي بنسميها المين اوف ترانسميشن، التي تنقل تقفل الحلقه السداسيه. يعني طبعا هم سلسله سداسيه، يعني كل الحلقات لازم تتشبك في بعض. احيانا الحلقه بتبقى ثلاثيه زي ما قلنا في حالات نادره، اللي هي الامراض المنتقله جنسيا، ان الفيروس او البكتيريا موجود عند احد الطرفين، دخل في علاقه مباشره مع طرف اخر، حصل كونتاكت مباشر مش محتاجين وسيط، ان يعني البورتال اوف اكزيت بقى هو البورتال اوف، يعني ممكن نسميها ثلاثيه او يعني خماسيه مش محتاجه مود اوف ترانسميشن. البورتال اوف انتري والبورتال اوف اكزيت كيم تو ذا سيم كونتاكت، زي ما قلنا السكشوالي ترانسميتد ديزيز اشهر مثال عليهم، لكن ليست المثال الوحيد. المثال الاخر مثلا لو في لو الريزرفوار بتاع البكتيريا او الفيروس ده مثلا طين، طينه في الارض، احنا قلنا ممكن يبقى انسان او حيوان او نبات او جماد هو اللي مخزن الفيروس او البكتيريا. واحد وقع على الارض وتعور جرح، حصل كونتاكت مباشر بين الجرح وبين مصدر الميكروب فاتنقل له. غير كده لازم الحلقه تكتمل بالحلقه السادسه، او السلسله تكتمل بحلقتها السادسه اللي هي المينز اوف ترانسميشن، اللي هي بقى دبانة طايرة، حشرة، اللي هي مثلا اللي هو بنسميه دروبلتس، ذرات او يعني الرذاذ اللي بيطير في الهواء ويوصل من شخص لشخص. اول حاجة السورس او الريزرفوار عشان نختصر، هو اي حيث يتكاثر او يعيش الانفكشس ايجنت وبيتوقف عليه توقف، يعني بيعتمد عليه اعتمادا تام، يعني هو الناتشرال هابيتات بتاع الانفكشس ايجنت. ده الريزرفوار زي ما قلنا في معظم الاحيان بيبقى انسان، لكن ممكن يكون حيوان، وممكن جدا يكون جماد في بعض الحالات زي الطين مثلا. فايه العوامل بتاعته او ايه خصائصه؟ هو مكان بيعيش ويترعرع فيه الانفكشس ايجنت، او لو فيروس مش هنقول بيعيش بس بيتكاثر فيه، يعتمد عليه، ويقدر كمان يتكاثر زي ما قلنا بحيث ينتقل لشخص تاني.
الريزرفوار ده بقى زي ما قلنا ممكن يكون human, animal او non-living. امتى يكون الهيومن ميزة وامتى يكون عيب, وامتى يكون الانيمال ميزة وامتى يكون عيب؟ الحيوان ملوش دية زي ما بيقولوا كده. فلو مثلا مرض بيجي عند الريزرفوار بتاعه هو الفيران, خدوا بالكم بس كلمة ريزرفوار يعني عايش فيه الفيروس او يعني بتكاثر فيه او عايشة فيه البكتيريا. ده غير مثلا لو ناموسة جت تقرصك, دي ناموسة بتنقله من حيوان لحيوان اخر او من كائن لكائن, من انسان لانسان اخر. في فرق بين الحيوان هنا ما يكون ريزرفوار يعني بتكاثر فيه المسبب المرض ده. فلو مثلا بيجي من الفيران, بيجي من مثلا الخنازير, مش عارف, هنقتل الحيوان ده وخلاص او هنعزله او هنعالجه, امره بسيط يعني, لو ما عرفناش نعالجه نقتله. لكن الانسان طبعا ما ينفعش يعني, مش محتاج اقول يعني. فهو لو الحيوان مصدر قلنا دي ميزته ان انا اقدر اقتله. عيبه الحيوان انه كتير جدا وبيتكاثر, ما تقدرش تقنعه مثلا تقول له خد علاج ولا بتاع زي ما البني ادم بقى ممكن تعالجه لو هو عنده الاعراض. لو هو ما عندوش الاعراض ممكن تحاول تعزله او يعني تقول له اي حد شفته في الاسبوعين اللي فاتوا يقعد في البيت. فالانسان لما يكون هو ريزرفوار يعني مريض او حد تعرض للمريض, ده بيبقى حالتين, كيس او كارير, وهنتكلم عنها. ناخد الحالة الانسان طبعا اللي هي الحاله المعقده. الانسان قد يكون حامل للمرض او قد يكون مريض. لو هو مريض يعني كيس, احنا قلنا بقى الكلام ده كذا مره في المحاضرات السابقه فالموضوع بسيط. قد يكون بقى أكيوت أو كرونيك, كل الحاجات اللي قلناها دي. المهم إن هو كيس. كيس يعني إيه؟ يعني في كلينيكال سيمتومز, يعني في ديزيز, يعني في ساينز وسيمتومز زي ما اتكلم. ده شخص انفكتد وعنده ديزيز. نركز بقى قوي في المصطلحات دي, هنا هيبان أخيرا قيمة ومعنى كل المصطلحات الكتير اللي قعدنا نسردها. الكيس هو حالة بالعربي, حالة يعني مريض لازم يتعالج من ناحية الصحة الخاصة اللي مش عامة, لازم يتعالج. من ناحية الصحة العامة لازم مش بس يتعالج عشان يخف, لكن يتعالج عشان يمنع أن حتى لا يقعد يرايف حاجتين. عندي نوعين من الكيس. الكيس الأولاني بيسموه دايما الاندكس كيس أو بيشنت زيرو, أول شخص جاله المرض. لما بيكون في وباء جديد زي الكوفيد 19 كده بنحتار أحيانا في البيشنت زيرو, بتتعمل عليها أفلام أحيانا وحاجة زي كده. حقيقة احنا مش عارفين مين البيشنت زيرو بتاع كوفيد 19. هو حد كان غالبا في الصين, بالتأكيد هو ما كانش البياع الاولاني اللي في السوق بتاع السمك ده, لكن حد قبله يعني, والله اعلم هو مين. في بقى بيشنت زيرو اللي دخل مصر, اللي هو مش عارف الست التايوانية اللي دخلت بطيارة وراحت ركبت, مش عارف يعني. البيشنت زيرو في مطلق ونسبي, بنسميه الاندكس كيس. ده مهم قوي في تتبع الوباء, ان انا بحاول اتتبع كل مريض للي قبله لغايه لما اوصل لمين, لاول واحد جاله المرض على الاطلاق زي ما قلنا, اللي هو absolutely patient zero. اول واحد جاله ايدز في العالم كله, ده شخص معروف يعني موجود حتى لو ما تمش تحديد. برضو ده ممكن تسمعوا قصته في اي برنامج ولا حاجه او على يوتيوب, لانه كانوا اتهموا حد فيها وبعدين ما طلعش هو. المهم يعني هي مش تهمه, بس هو اول شخص اتنقل له على الاطلاق في البشريه من حيوان ما. نفس حكاية في الإيبولا, في شخص معين في الإيبولا هو أول كيس. دايما كنت بسأل عليه حتى لما كنا بقى في محاضرة مع بعض, بس دلوقتي أنتوا مش قدامي. السكندري كيس بقى أي حد يتعدي من حد تاني, يعني أي شخص تعدى من شخص تاني ده اسمه سكندري كيس. فلو كلمنا على الإطلاق ما فيش غير بيشنت زيرو واحد في العالم, وكل الناس بتتعدي من شخص لشخص لشخص. لكن لو كلمنا نسبيا ممكن تقول مين أول كيس في مصر مثلا. اول كيس في مصر ده هو البرايمري كيس بتاع مصر, لكن هو سكندري كيس لانه هو اتعدى من بلد تانية. ماشي يعني دي مفهوم. برضو لما بيجي مرض في موجات يعني زي الايبولا, كلمه موجات يعني مرض بيختفي خالص وبيعود مره اخرى, غير موضوع ان هو يعلى ويوطى بسبب الرعايه الصحيه. يعني ده معنى الموجات. الحاجه التانية هي كلمه كارير. كارير دي يعني ايه؟ كارير شخص حامل للمرض. واضحه قوي يعني. طب نعرفها ازاي؟ سهله, ما احنا فهمنا. الكارير ده هو شخص infected but not no symptoms, has no symptoms. مش هنقول مش ما عندوش الديزيز برضو, لأنه ممكن يكون عنده الديزيز في subclinical phase, يعني لسه السيمتومز هتظهر عليه. أنا بقى ما أقدرش أنجم أقول ده يا ترى
يعني عشان كده بنعمل عزل ليه. لما بنقول واحد مثلا قابل واحد عيان، العيان ده يتعزل خلاص، دخل المستشفى ليه؟ لان في هدفين من العزل، علاج، عشان بس نضبط المصطلحات برضو. انا قلت لكم زمان خالص في اول مره اتقابلنا في هذه المحاضرات ان في دايما لخبطه بين كلمه انفكشن وديزيز، في برضو لخبطه بين كلمه كيس وكارير وبين عزل وحجر، وبين في المستقبل كمان في اخر محاضره خالص هنقول في لخبطه بين المصل واللقاح. افتكروا الحكايه دي. كارير ده حاله حامله وحاجه، يعني واحد حامل المرض ليست عليه اعراض، وبالتالي انا مش هعالجه حتى لو كان لسه ما بقاش مريض. فهو الكارير ممكن يكون عمره ما هيعيا، ممكن يكون لسه هيعيا، وممكن يكون كان عيان وما قاليش وفي مرحله الانحسار اللي بنسميها فتره النقل. قد يكون سب كلينيكال، قد يكون لاتنت زي ما قلنا دورمنت، انفكشن نايمه خالص عنده وهتظهر بعدين. كل مرض بقى ليه خصائص، في فيروسات بتبقى لاتنت، في برضو بارازايتس بتبقى لاتنت، في حاجات بتظهر على طول، في حاجات زي ما قلنا قبل ما تسيب الجسم الاعراض بتختفي بس بتفضل عنده. عشان كده زي ما قلنا برضو الكوفيد بنطبق عليه كل حاجه. الاعتقاد حاليا ان فتره الحضانه بتاعت المرض حوالي 10 ايام بالكثير او اسبوعين. فلو واحد سافر ركب طياره راح مستشفى وقلقان يكون قابل مريض، اقعد اسبوعين في البيت خلاص، ده لو ما ظهرتش عليك اعراض يبقى انت مش هتظهر عليك اعراض. امتى المريض نفسه بيبقى معدي؟ من قبل ما تظهر عليه الاعراض بيومين. طب ما دي حاجه خطيره جدا، لانه يعني دي في مرحله السب كلينيكال او ما قبل اللي بيسميه انكوباتوري كارير، هو كارير لسه هتظهر عليه اعراض بس انا ما كنتش عارف ان هو مريض. نفصص الكلام ده بقى عشان ما نتلخبطش. اول حاله في الكارير اللي هم زي ما قلنا ممكن يكون سب كلينيكال او لاتنت. ايه اللي بيخلي الكارير، حاله الكارير تحصل؟ ممكن يكون جهاز المناعه قوي او جهاز المناعه مظبوط، مش عايز اقول قوي ولا ضعيف، ظابط الدنيا، هو اللي ظابط الانفكشن. او ممكن يكون واحد كان مريض وما اتعالجش كويس قوي فالمرض ما اختفاش عنده خالص، احنا فاكرينه اختفى وهو في الحقيقه الفيروس موجود بس الاعراض اختفت. فده بيليد تو ا كارير ستيت. الكارير فيه شروط قلناها مليون مره هتلاقوها في وسط الكلام بس نكررها تاني بوضوح كده. ثلاث شروط: اولا عنده ديزيز ايجنت، يعني عنده عدوى كده معناه انفكتد. حتى في ترو اور فولس يقولوا دايما الكارير از انفكتد، ترو اور فولس طبعا انفكتد، كيس از انفكتد برضو، الكيس والكارير ار بوث انفكتد صح، بوث كيس اند كارير هاف سيمتومز غلط. كلمه كارير معناها ما فيش سيمتومز، اول ما كارير يظهر عليه سيمتومز يتحول من خانه كارير لخانه بيشنت او كيس. نو سيمتومز، لا ساينز ولا سيمتومز عند هذا الكارير، يعني مش مثلا هو طاقته في احتمال الالم كبيره فبيقول لك ما عنديش صداع وبطني مش وجعاني، لكن مثلا هو يكون سخن، سخن دي ساين هتقيسها هتعرفها على طول. شيدنج اوف ذا ديزيز ايجنت دي مهمه جدا. شيدنج يعني مش بس هو معدي لكن معدي، يعني هو بيطلع بيتفتف كده المرض لو هو مرض تنفسي. الكارير زي ما قلنا ممكن يكون انكوباتوري، يعني لسه في مرحله الحضانه، لسه هيبقى كيس بعد شويه، او كونفاليسنت كان كيس واختفى. الاثنين دول في فرق كبير بينهم من ناحيه الببليك هيلث. الاثنين في حقيقه الامر واحد هيظهر عليه المرض والتاني كان مريض وشكله خف بس هو ما خفش لسه، يعني خف من الاعراض ولكن لا زال عنده الفيروس او البكتيريا. لكن الاثنين دول مختلفين في الخطوره. ليه؟ لو واحد كان مريض انت ممكن تحتاط اللي هو ده ابسط واحد فيهم. واحد كان لسه طالع من المستشفى مش هتروح تزوره اول يوم، مش هتاخده بالحضن، هتروح له معاك كمامه. انما واحد انت ما تعرفش اصلا هو هتظهر عليه اعراض ولا لا، واحد بعد يومين هيبقى مريض هعرف منين؟ فده خطر من ناحيه البابليك هيلث، يعني مش خطر على نفسه هو صحته لكن على المجتمع. الاخطر اقلهم خطوره الكونفاليسنت، ده اقل واحد في الخطوره، نمبر 1 في الخطوره يعني بمعنى مايلد اقل درجه، ده درجتين خطوره. اخطر واحد على الاطلاق بقى اللي بنسميه الهيلثي كارير، ده اللي هيفضل على طول كارير واتعدى من كارير كمان، يعني واحد اتعدى من واحد مريض ده اسمه كارير. ممكن اخد بالي منه ليه؟ اسمه انكوباتوري او كونفاليسنت او اي حاجه، واحد اتعدى من واحد مريض. لكن لو اللي اتعدى من واحد مريض ده عدى واحد تاني، ده الاخطر، يعني اخطر حاله فيهم هي التالته، هيلثي كارير اللي بنسميه receive infection from another carrier. ليه؟ لو انا رحت مستشفى وقابلت واحد مريض انا ببقى قلقان ابقى كارير، فبقول ايه هعمل حجر في البيت 10 ايام، قعدت 10 ايام زي الفل انزل الشغل. لكن لو انا بقى وانا راجع من المستشفى اللي زرت فيها مريض ورايح البيت اتكعبلت في واحد في الاتوبيس ولا خبطت في واحد ولا مش عارف ايه، الشخص ده اتعدى مني
وانا رحت البيت فعلا ظهرت عليا اعراض خفيفه او اتعالجت اي حاجه، الشخص ده بقى مش هلاقيه يقابلني في الاتوبيس، ولا هو هيعرف ان انا قابلت مريض، فهتبقى قصه. برضو الكارير ممكن يكون temporary وممكن يكون chronic، وهنا هنحكي قصة بتاعت أشهر كارير في التاريخ بعد دقائق. الكارير برضو من حيث ممكن، يعني دي تصنيفات الكارير، ممكن بالتايب بتاعه الثلاث أنواع دول. المدة بتاعته ممكن يبقى كارير بس زي في معظم حالات الأمراض التنفسية، أسبوع أسبوعين وخلاص. في ناس بقى chronic كارير، وده هنحكي عليه، زي في حالات التايفويد كده، إن يبقى جسمه جوه هو مناعته ظابطة المرض بس على طول عنده الفيروس. برضه من حيث هيطلع منين يعني المرض هيطلع منين، لو مثلا من مناخيره يبقى تنفسي بنسميه ريسبيراتوري كارير، زي حالات الانفلونزا والكورونا. برضه احنا اي حاجه بقى هنا نزود عليها كوفيد، يعني اي حاجه تسري على الكورونا فيروس هنسميها كوفيد، او يعني مش لازم نزود كلمه 19، حتى هو كورونا فيروس ديزيز. الانتستينال كارير دول اللي هم معديين عن طريق يعني فضلاتهم من الاخر كده، او لو مثلا ما بيغسلوش ايديهم كويس نخاف منهم. اليورينري كارير دي يعني حاجه يتخاف منها بس في الانتركورس والريليشنز، لان ده حد عنده الفيروس او البكتيريا في الحاله الجونوريه مثلا، هو مرض السيلان موجوده في اليورينري تراك. اشهر كارير في التاريخ، ودي برضو معمول عليها فيديو لطيف جدا انا سايبه لكم، هتلاقوه في الويب سايت بتاع الكورس، أو لو حد بيشوف اليوتيوب أعمل له لينك يعني على الشاشة. هي اسمها ماري مالون، أشهر كارير في التاريخ. دي قصتها طويلة والفيديو مسلي جدا فيها. هي طباخة تم اكتشاف طبعا بعد ما جهاز كتير جدا عيت بسببها إن هي اللي كانت عندها سالمونيلا اللي هي بتسبب تايفويد، وهي لم تظهر عليها الأعراض أبدا، وكانت مصممة بقى. يعني هي القصة بتاعتها برضو فيها قصة تاريخية ما حدش عارف تفاصيلها، في ناس بيدافعوا عنها ويقولوا ان هي كانت يعني معذورة واكل عيشها وكده، لكن تم اكتشاف فعلا ان هي عندها سالمونيلا في المرارة بتاعتها، ورفضت تشيل المرارة، قالوا لها احنا ممكن نشيلك المرارة وتكمل. ليه؟ لان هي موجودة في المرارة فبتتسرب في الاكل، بتتسرب في الجهاز الهضمي، تطلع في الانتست بتاعها، ممكن تطلع في ضوافرها بقى، مهما يعني مهما غسلت ايديها. برضو الكلام ده كان من 100 سنه يعني واكتر، فالرعايه الصحيه ما كانتش بيرفكت يعني، او العادات الصحيه ما كانتش بيرفكت، ودي بسببها مات ناس كتير مش قليل، مش بالالافات ولا بالمئات، ولكن يعني لو مات 30 واحد بسبب واحده طباخه كانت بتلف على بيوت، وبالذات بيوت الاغنياء في مكان ما في ولايه نيويورك في الوقت ده، فطبعا بتعمل ضجه جامده جدا. فقصتها لطيفه، يا ريت تشوفوا الفيديو بتاعها برضو. طيب يبقى لو السورس بني آدم، لو عليه أعراض ده أسهل حالة، بنعزله خلاص وبنعالجه. لو ما عليهوش أعراض بنشك فيه، نقول له أنت سافرت قابلت مريض أو كده، فبنسميه كارير. لو الكارير ظهرت عليه أعراض يبقى ده كان إنكيباتوري كارير. لو كان شخص مريض وما خفش 100% بنسميه كونفاليسنت أو في النقاهة. أخطر أنواع الكارير على الإطلاق هو الكارير اتعدم الكارير اتعدم الكارير، مش هنعرف نوصل له أبدا، عمالين يقعدوا في بعض ما تبانش عليهم أعراض، وبعدين يجوا على إيمي حد غلبان كده اللي هو قابلهم في الاخر يظهر عليه العرض. نيجي للانيمال ريزرفوار، هنا ترد كلمه زونوزس، ظاهره انتقال المرض من الحيوان الى الانسان، او الزونوتيك ديزيز. وفي امراض زونوتيك كتير، ولما قلنا في الكونسبت بتاع الوان هيلث مهم. ليه الوان هيلث؟ لان يمكن واحد من ست امراض ولا حاجه بتيجي من طريق الحيوان. ففي اكتر من 100 زونوتك ديزيز، وطبعا عشان برضو المذاكره احنا بنتكلم معلومات عامه كده في كورس، لكن عشان المذاكره الحاجات دي كلها اللي خدتوه قبل كده في اي ماده، سواء بارازيتولوجي مايكروبيولوجي ميديكال او كده فيرولوجي، يعني الاكل مثلا التينيازس، التينيا اللي هي بتيجي من الديدان، الفيكتور ممكن البليج اللي هو مرض الطاعون اللي بيجي عن طريق كان البراغيث اللي بتقرص الفيران. الفيكتور ده قصه جميله جدا على فكره في حكايه الانيمال ريزرفوار. هنا في حالة البليج الريزرفوار هو الراتس، خدوا بالكم الحكاية دي. الترانسميشن تحصل عن طريق ايه من الرات؟ تحصل عن طريق الفيكتور، ماشي؟ يعني الانيمال هنا في حيوانين، حيوان قارض اللي هو الفار، ده اللي بنسميه ريزرفوار. اما الحشرة اللي بتقرصه اللي هي الفلي دي فيكتور. ليه؟ لان دي مجرد ناقلة، مش هي اللي بيعشش فيها البكتيريا بتاعت البليج يعني. وممكن الحيوان يعض على طول الانسان زي الريبس اللي هو مرض بينتقل من
الكلاب اللي هي عندها السعار للإنسان. والغريبة بقى عشان تعرفوا، حتى الخفافيش دي ما بتسيبش، حتى الريبس ممكن يبقى موجود في برضو البريث بتاع الخفاش. ايه الحالة الثالثة للسورس او الريزرفوار؟ ان يبقى حاجة غير حية، يعني مثلا زي ما قلنا اشهر مثال هو السويل، الطين، الطين المملوث بفضلات بعض الحيوانات زي الحصينة والحمير، لو حد وقع واتجرح فيه ممكن يجيله مرض التتانس. جميل. يبقى اول حلقات سلسلة العدوى، السلسلة الملعونة دي، هي الانفكشس ايجنت. تاني هذه الحلقات هي الريزرفوار. الريزرفوار ده قد يكون انسان، الانسان قد يكون كيس او كارير، قد يكون حيوان، والحيوان ده ممكن يتنقل منه للانسان بقى بالعض او بالنفس او بالحشرة، وممكن يكون جماد زي الطين اللي ممكن حد يقع عليه ويتعور. الحلقة التالتة من حلقات العدوى زي ما قلنا هي البورتال اوف اكزيت، يخرج من الريزرفوار عايز يروح لمين؟ عايز يروح لبورتال اوف انتري. البورتال اوف انتري ده في احيان كتير بيبقى هو البورتال اوف اكزيت. يعني مثلا لو حاجه تنفسيه بتخرج من المناخير وتدخل من المناخير، لكن عشان يطلع من الاكزيت ويلاقي حاجه تنقله للانتري بيحتاج مود اوف ترانسميشن، وقد يكون هذه الترانسميشن زي ما قلنا دايركت، يعني المود اوف ترانسميشن مش محتاج وسيط زي ما قلنا في بعض حالات الدايركت كونتاكت زي السكشوال ديزيزز، ممكن تبقى دايركت دروبلت، حاجات كتير قوي هنقولها كلها وكلنا بنسمع عنها ليل نهار، هل هي دروبلت ولا ايروسول ولا ايربورن ولا مش عارف ايه. اندايركت بقى يعني عن طريق ايه؟ ممكن عن طريق بقى حشره، عن طريق الهواء، عن طريق لبن، عن طريق اكل، هنشوف برضو كل الكلام. نيجي للدايركت ترانسميشن، خدوا بالكم الدايركت ترانسميشن غير الدايركت كونتاكت. الدايركت الترانسميشن يعني عشان اللي عايز يذاكر ويحفظ، الترانسميشن طريقتين دايركت واندايركت. الدايركت ترانسميشن فيها ثلاث حالات، والاندايركت ترانسميشن بعد كده هناخدها فيها ست حالات، ستة هنا وثلاثة بالتحديد. الدايركت ترانسميشن قد تكون عن طريق الدايركت كونتاكت، ودي زي ما قلنا اشهر مثال ليها الهيومن تو هيومن كونتاكت، اللي هو ان يعني شخصين يعملوا معاشره فتنتقل عن طريقهم الامراض الجنسيه زي الجونوريا والسيفلس والهيربس فيروس، طبعا الاتش اي في الايدز والهيباتيتس سي كمان احيانا بيتنقل بالطريقه دي. تمام. ده الدايركت ترانسفير ثرو سيكشوال انتركورس او كيس. الانانيميت بتاعه هو زي ما قلنا، لو السويل هو ريزرفوار فيها تيتانوس، لو واحد وقع على على ارض ملوثه بالكلوستريديوم تيتاني هيجي له مرض التيتانوس. ده الدايركت كونتاكت، بسيط. الدايركت ترانسميشن بقى احنا قلنا ثلاث حالات. الدايركت كونتاكت يعني لغيت يعني لغيت الوسيط، حطيت البورتال اوف انتري والبورتال اوف اكزيت، وبالتالي لازم الزق يعني لازم اجيب كونتاكت بين السسبتبل هوست مع الريزرفوار. ده معنى الدايركت كونتاكت. الدايركت ترانسميشن بقى الحاله الثانيه مش دايركت كونتاكت ولكن قريبين من بعض، لازم يبقوا قريبين من بعض الى حد ما، بحيث واحد يعتصف مثلا في مسافه توصل الدروبلت للتاني، ودي اللي بنسميها دروبلت انفكشن. دي مش محتاجه بقى دروبلت تبقى خفيفه ولا تقيله، ليه؟ لان معناها واحد قدامك كده بيتكلم من كتر الحماس او بيغني فبيطلع رذاذ انت ما بتشوفوش يمكن، مع ان احيانا ممكن تحس ساعات بتتكلم مع حد تلاقي جات عليك حاجه من كلامه يعني. حدث بقى ولا حرج عن انواع البكتيريا والفيروسز، مش لازم نحفظ حاجه معينه لو احنا يعني اللي بيذاكروا الكورس ده. اي سبراي اوف سلايفا بقى او نيزوفارينجال سكريشنز طالعه من العطس والكحه والكلام والغنى الغنى، اي بكتيريا بقى تنفسيه، ستريبتوكوكس وستافيلوكوكس دي امثله كويسه في البكتيريا. في الفيروس طبعا كورونا فيروس اساسي، ممكن الانفلونزا طبعا، مامس ميزز روبيلا، دول بينتقلوا بسرعه جدا بين الناس، اللي هم الحصبه والحاجه الامراض دي تقريبا اختفت، الحصبه والغدد والحصبه الالماني، لان كلهم ليهم لقاحات ناجحه. في حاله ثالثه بيسموها الانوسنت ديزيزز بقى، اللي هي الطفل يا عيني يتعدي من الام عن طريق البلاسينتا، زي اشهر مثال في التاريخ، او يعني مش اشهر بس من اشهر امثله التاريخ، بيتهوفن اللي هو كان مطرب، كان اسف ملحن عالمي مشهور، موسيقار بسيمفونياته، والذي اصيب بالصمم في نهايه عمره، كان طول عمره عنده مشاكل في السمع بسبب مرض السيفلس. السيفلس ده بيجي سيكشوالي ترانسميتد، لكن بيجي لبعض الحالات اللي هي بنسميها الانوسنت سيفلس، بيجي للطفل وهو بيتولد من ام عندها
طبعا قناة الولادة بتبقى ملوثة، فالطفل بيتولد عنده اوريدي البكتيريا بقى، وهو مخه لسه ما تمش ما تكونش يعني بصفة، يعني مخه لسه في التكوين، والبلود برين بارير مش متكونة، فممكن يجيله أمراض في السمع، في البصر، ممكن ما يسمعش، ممكن يتعمي، ممكن يحصل له انسفاليتس، حاجات كده. أمراض برضو في حاجة اسمها الانوسنت ايدز، برضو الحصبة الألمانية لما بتيجي للأم بتيجي للطفل تشوهات، يعني المرض هنا مختلف شوية عند الطفل عن الأم، لكن بيجي له نتائج يعني برضو ما جناه أهله عليه، مش هو اللي جناه على نفسه. يبقى الدايركت ترانسميشن تاني 3 حالات، في دايركت كونتاكت، في ان دروبلت حد يتف يعني او يتفتف على حد او رذاذ من وش، والحاجه الثالثه الترانسبلاسنتا اللي هو الطفل بياخدها من الام. جميع الحالات الاخرى اندايركت ترانسميشن. عندك بقى الايربورن ترانسميشن، دي لطيفه جدا، ده الديبيت اللي بتسمعوه على طول، يقول لك كورونا فيروس الحالي ده ايربورن ولا دروبلت. دروبلت ايه الخطوره في الايربورن؟ دروبلت معناها ان لازم شخص يبقى قدامك كح بتاع، فانت تقدر تحافظ على المسافه اللي بيقولوا عليها 2 متر، بلاش 2 متر، ان شاء الله 5 متر ابعد عنه، والبس كمامه، وهو يلبس كمامه خلصت. لو هو اير بورن اخطر ليه بقى؟ لان معناها انه ده معناه ان دروبلت نيوكليا، ان الدروبلتس بتصغر وبيفضل منها اثار صغيره يعني مش هنقول تترسب، بس الديبوزيت على حاجات زي الشيشه مثلا اللي بتنقل مرض المايكوبكتيريوم توبركلوز. لو حد شرب هذه الشيشه وطبعا الرذاذ دخل هناك، او مثلا اي نوع بقى من الحاجات اللي بيتبادلوها الناس، حتى لو واحد مثلا بيعزف على آلة الناي مثلا واداها لحد، هي دي كلها انواع من دروبلت. الدست ده حاجه تانية، او ان دروبلت يحصل لها ايروسولايزيشن، انها تطير مسافات طويله، برضو محتاجه يبقى بكتيريا او فيروس بيستحمل الجفاف. يعني برضو في كلام ان الكورونا فيروس ممكن يكون بيتنقل بالطريقه دي، بس ما فيش اثباتات قاطعه هل هو النفس المباشر يعني حد قدامك ودروبلت بتيجي عليك على طول، ولا بتطير في الهواء، لان الايربورن ده خطير جدا. معناه انت لو قاعد في اوضه وفي تكييف مركزي واوضه تانية جنبك، ما فيش اي ما يمنع انها تعدي من تحت التكييف، ان انت تبقى قاعد في اخر المترو وواحد في اول المترو وانت لابس كمامه وكله، بس عايز تاخد نفسك شويه، ما فيش حد جنبك، تفتح الكمامه تلاقي يعني الهواء بقى بيجيب فطبعا الايربورن دي اخطر بكتير. والامراض الايربورن بتنتشر بسرعه جدا، زي مثلا الحصبه اللي هي كانت مشهوره جدا في سرعه انتشارها. فومايت، كلمه فومايت الاف دي افتكروا كده، علموها بالفوطه، الفوطه اللي بتنشف ايدك فيها. فومايت يعني اوبجكتس عامه، فوطه اول مثال ليها، منديل، معلقه، اي اوبجكت. دي برضو اللي احنا كل شويه بنعقم ايدينا ونرش عليها نطهر، يعني كلمه نعقم خطا، بنطهر ايدينا مثلا بانتيسبتيك، نرش الكحول، او نعقم، او برضو يعني نطهر الاسطح بكلوروكس وحاجات كده، ليه؟ خوفا من يكون برضو في دروبلتس اترسبت على الحاجات دي او وقعت عليها، او انها تكون فومايت بورن. يعني انا مجرد مسكت مثلا كوبايه واديتها لحد والشخص التاني ده كان مريض، ده او يعني انا كنت مريض واديتها لحد ما كانش مريض، اخذ الكوبايه فجت على ايده الفيروس او البكتيريا وبعدين جه يلمس وشه ولا حاجه، دي اللي بنسميها فومايت بورن. الحاجه الثالثه ميلك بورن. وليه قلنا ميلك بالذات مش اكل؟ ما هو الميلك نوع من انواع الاطعمه، بس في بكتيريا بتيجي عن طريق الميلك بالذات، يعني ممكن يجي لك ريسبيراتوري انفكشن، اللي هو اساسا مش بيتنقل من اللبن، الريسبيراتوري انفكشن ممكن يتنقل يعني من زي ما قلنا بدروبلت، لكن احيانا ممكن يتنقل بالميلك، واحيانا كتير بتكون برضو من انيمال لهيومن، يعني ممكن يبقى الانيمال عنده المرض ده، يعني بمعنى لبن البقره هو اللي ينقل. اشهر بقى الانواع في الحاله بتاعت الدايركت ترانسميشن على الاطلاق هي اللي بنسميها الفيكال اورال راوت، هو اسم غير شاعري بالمره وغير عاطفي، لان معناها انها بتنتقل من البراز الى الفم، عفوا يعني على الترجمه الحرفيه، بمعنى انه مرض هضمي بيجي من البق، بس عشان يوصل للبق لازم يخرج ماده من خارجه من انسان تاني. احنا قلنا لازم بورتال اوف اكزيت اللي هو الانتستين، وبورتال اوف انتري اللي هو الماوث. طب هيوصل ازاي؟ بيسموها دايما الفور اف، في 4 افات بتعمل النقله دي، مشهورين قوي، اللي هو الرباعي الغير مرح بالمره، فيسز، فلايز، فود، وفينجرز. لو طفل صغير مثلا صوابعه ملوثه بالفيسز ممكن تتنقل على طول، لو حد ايديه جت على حاجه ملوثه، ما هو الفيسز يعني مش بمعنى يعني ما حدش بيحط ايده في التواليت، لكن يعني بشكل او باخر ممكن تتنقل الميه، تتنقل المجاري، مش عارف ايه. واخطر العناصر في هذه القصه الاف الرابعه اللي هي الفلايز، يعني الفلاي دبانه تقدر تنقل من الفيسز للفود للاكل،
وممكن الفينجرز برضو لو واحد اكل بايدين مش مغسوله. ويا حب بقى يعني ما اسوأ بقى لو الحاله دي حصلت لحد بيشتغل في مطعم. عشان كده احنا دايما لما تروح تشتري اكل الطباخ بيبقى بقى من الشياكه يبقى لابس لك جلافز، بس الجلافز دي منظر، هو ممكن يبقى الجلافز دي مغسوله ونظيفه ولسه حاططها، ممكن تبقى الجلافز دي فتح بيها الزباله مثلا ورمى حاجه، ممكن يكون دخل الحمام وطلع اصلا بجلافز، الله اعلم. فناخد بالنا برضو في هذه الامور. طبعا برضو الامراض بقى كامثله كتير جدا مش محتاجه تتذكر، يعني اي بكتيريا بتسبب امراض انتستينال فيروسز، الفيروسز يعني الانتستينال محتاجه ذكر لان ساعات بنتلخبط ونفتكر كل الفيروسز تنفسيه او من الدم. لا، في الهيباتيتس ايه مثلا، ده مشهور قوي بيجي من الاكل، كل انواع الانتيرو فيروسز، والروتا فيروس هو من اكثر مسببات الاسهال عند الاطفال على فكره مش البكتيريا. وفي امثله بقى على كل حاله يعني. فالفيكا الاورال راوت بنحاربها ازاي؟ بإننا نحارب مصادرها، يعني المية احاول احارب فيها او اقاوم انها تتلوث بالمجاري، اعمل لها تستات، الاكل دايما يتغلي يتعقم الايدين اهم حاجه في القصه دي كلها بصراحه، بغض النظر بقى عن المجاري وتنظيف، اهم حاجه في القصه دي غسيل الايدين، وغسيل الايدين برضو بيساعد في الدروبلت، وغسيل الايدين بيساعد في الفومايت، فمفيش احسن من غسيل الايدين في مقاومه كل الحاجات دي. خامس، احنا قلنا الاندايركت كتير، معلش، الدايركت ترانسميشن هم 3 حاجات، دايركت كونتاكت او دروبلت مباشره، دايركت دروبلت او ترانسبلاسنتال. الاندايركت ممكن يكون عن طريق اير بورن، ممكن يكون عن طريق الميلك بورن، ممكن يكون عن طريق ال احنا قلنا الفود بورن او الفور اف فيكال اورال راوت، واحنا نسينا ايه، وممكن يكون اسف فوميت طبعا، هي الفوط والمناديل والحاجات دي. وخامس حاجه هي الفيكتورز، الفيكتورز دول حشرات. طب ايه الفرق بين الحشره وبين الحيوان الريزرفوار؟ حيوان الريزرفوار بيبقى حيوان هو اللي عنده الفيروس او البكتيريا عايشه فيه وينقلها لحيوان اخر او لانسان، ممكن ينقلها له عن طريق العض، ممكن ينقلها عن طريق حشره. فالفيكتورز دايما في معظم الاحيان بتبقى حشره او بيسميها ارثروبود، اللي هي يعني عشان تبقى ادق علميا ممكن تبقى حشره او حاجه من الحشرات اللي هي ليها 6 اقدام او 6 اطراف، بس ممكن تبقى اراكنتس كمان اللي هم يعني حاجات زي التكس والعنكبوت وكده. فدي برده مش لازم، اهم يعني كفايه علينا مثالين مشهورين اللي هم الملاريا تيجي عن طريق الموسكيتو، والحمى الصفراء كذلك يالو فيفر، او البراغيث اللي بتنقل البليج اللي هو الطاعون. اخر طرق النقل غير المباشر هو نقل الدم، لو واحد بيعمل بلاد ترانسفيوجن او بياخد حقنه. كلمه بارنترال، احنا عارفين الادويه زمان كانت كلها تتقسم لانتريك يعني من طريق البق والانتستين، يا اما بارا انتريك يعني بالحقن، قبل ما تتعمل بقى الحاجات المتقدمه بقى الباتشز والترانسديرمال وتحت اللسان وحاجات كده. فبارنترال يعني انا عديت، يعني عشان لو حد مش عارف مصدر الكلمه، بارنترال راوت اوف دراجز يعني واحد بياخد حقنه، بياخد علاج عن طريق الحقن، او بياخد اي حاجه عن طريق الحقن، نقل دم، محاليل، اي حاجه زي كده. فطبعا اشهر الامراض هي امراض الهيباتيتس بي وسي، كل الهيباتيتسات تقريبا ما عدا الاي، لو الاي هو اكتر حاجه بتنتشر بالاكل، الاي والاي، بس هو الاي بالذات مشهور هو اللي بيجي من الاكل. البي وسي والاتش اي في ايدز طبعا هم اشهر حاجات ممكن تيجي في نقل الدم، مفيش ايفيدنس خالص ان كورونا فيروس بيتنقل عن طريق الدم. الكلمة اللي بنسمعها كلنا وأعتقد يعني ممكن نحاول نختم بيها هذه المحاضرة أو حتى نبتدي بيها المحاضرة الجاية بس نذكرها بسرعة، هي الآر نود. هل المرض هيبقى إبيديميك ولا لأ؟ ده لو الترانسميشن بتاعته كبيرة ولا لأ. الأمراض اللي ما بتبقاش إبيديميك، يعني إيه يجي مرض إنفلونزا موسمية بيسموه بس ما تحولش الوبائي؟ يعني الآر نود بتاعته أقل من 1. الآر نود دي خاصية بيسموها البيزك ريبرودكتيف ريشيو، بيزيكلي يعني هو نود، كلمة نود دي صفر، يعني العدوى الأصلية الأساسية بتاعته، معدل العدوى قبل ما يبتدي على بلاطة كده من غير أي مناعة من غير أي تدخل. لو الآر نود بتاعت مرض أقل من 1 ما بقاش مرض إبيديميك خالص، زي الإنفلونزا الموسمية. معناها إيه أقل من 1؟ معناها الشخص يا هيعدي حد يا مش هيعدي، لأن تعريف الآر نود هي number of secondary cases اللي one case will infect، يعني لو واحد دخل أوضة هيعدي كام واحد؟ طبعا دي في المتوسط، ممكن لو اوضه زحمه جدا وشخص عطس عطسه قويه يعدي 15، بس هتحصل كم مره الحكايه دي؟ مره. كان لو واحد تاني دخل بنفس المرض في اوضه تانية وما شافش غير 2 ممكن يعدي 1 من 2 وهكذا، فيبقى في المتوسط مثلا 2 او 3 الار نود.
لو الار نود تساوي 2 او 3، ده سؤال صح وغلط، هيعمل ايبيدميك ولا لا؟ يعمل ايبيدميك. لو الار نود از 0.5، بمعنى ايه؟ ان شخص دخل اوضه فيها 2 بالكتير عدا واحد منهم 0.5، معناها او يعني دخل، بمعنى اصح دخل اوضتين كل اوضه كان فيها كام واحد وقدر يعزي في المرتين واحد بس، فبنسمي الار نود بتاعته نص، فده مش هيبقى ايبيدميك والمرض هيختفي. منطقي لو واحد مش قادر يعدي غير اقل من واحد، معناها ان الشخص التاني ده لو اتعدى برضو مش هيعدي غير اقل من واحد، خلاص بعد كام يوم هتختفي. انما لو واحد بيعدي اتنين، اتنين هيعدوا اتنين، يكبر المرض. وذا لارجر ذا ارنود، اخطر ارنود في التاريخ واسرعها هي مرض الحصبه، زي ما قلت لكم كان مرض بينتشر بسرعه جدا، انه بينتشر بالدروبلت والفوميت، وينتشر طبعا ايربورن بالرذاذ. يعني لو واحد في اول العماره كح ولا حاجه ممكن العماره كلها تتعدي. وكان فعلا اللي بيجي له حصبه زمان بيعملوا حفله حصبه ويخلصوا، تتعدي الاطفال كلها. دلوقتي طبعا الحمد لله بنطعم، معظم الاجيال الجديده بنطعمها من الحصبه. الانفلونزا بجلاله ادرار بتاعه 1918 كانت الار نود بتاعتها بين 2 و 3. في ار نود وفي ار اللي هي بقى الايفكتيف او الفعليه. احنا دلوقتي السارس كورونا فيروس، هسالكم انا في الاخر على الار نود بتاعته، دوروا عليه، كان بيعدي. طب احنا ازاي في بلاد بدل ما يعلى فيها المرض ابتدت تقلل الكيرف، زي ما كانوا بيسموه فلاتن ذا كيرف او بطط الكيرف، عن طريق اجراءات الوقايه، ابعد عن الناس، مسافه مترين، البس كمامه، عقم ظهر ايديك، عقم الاوض، مش عارف ايه. فمع الوقت بتحول الايفكتيف ار لاقل من واحد فالكيرف يقل، لو الار اكتر من واحد الكيرف بيعلى، الار اقل من واحد فدي اللي بنسميها الايفكتيف ريبرودكتيف ريشيو او يعني، وده اللي بنحاول نعمله طول الوقت بالاجراءات الوقائيه. لو قعدنا كلنا في البيت طول الوقت الار نود اوعدكم هتوصل، يعني مش النود بقى، الار هتوصل لصفر، بس هنموت من الجوع والاقتصاد هيقع. فهو في موازنه بتتعمل في كل بلد بين اقتصادها هيفضل ماشي شويه مع بعض الخسائر، بس الناس ما تموتش، وفي نفس الوقت ما تفتحهاش قوي. يعني لو فتحت قوي الار نود هترجع، او الار هتزيد تاني ترجع زي الار نود الاصليه، يرجع ايبيديميك. لو قفلت قوي قوي الناس معاها، انت لو قفلت كل الناس اسبوعين في بيوتها وكل واحد عاش في بيت لوحده، لو ده ممكن يعني المرض هيخلص خالص، بس اصبح شبه مستحيل. يعني مفيش حد هيقدر يقعد اسبوعين من غير ما يشتري اكل ولا يبيع اكل وهكذا. خلاصه القول، الحمد لله وصلنا يعني لنهايه المطاف في هذه المحاضره الثانيه الطويله. وخلاصه قولنا هنا ان infection حلقة في الحالات الcommunicable disease، حلقة طويلة لها ست حلقات أو سلسلة لها ست حلقات. أحيانا لو السورس والريزرفوار اللي هو المصدر لزق في susceptible host بيبقى transmission مباشرة، لكن لو لأ بيحتاج mode of transmission. وعشان يعمل mode of transmission طبعا لازم portal of exit portal of entry عشان تنقل infectious agent. طبعا أثقلت عليكم في هذه المحاضرة الثانية، اعتقد ده كفايه جدا. دايما كلام طبعا العام، اي حد بيشاهد الفيديو ده يعني اتمنى يكون استفاد. بالنسبه لطلبه كليه الصيدله اللي بياخدوا الكورس ده، دايما في الاخر بس بدي حاجه كده، يمكن الاساينمنت ده ما مطلوبوش منكم السنه دي، بس عايزكم برضو تفكروا. اعتقد هيبقى قاسي جدا السنه دي عشان السمر كورس مضغوط جدا بالنسبه اللي بياخد السمر كورس، لكن لو انت في الفول كورس شوف الفيديو ده، هيبقى في اساينمنت انك تطلع اخبار ايبيديميكس. واخبار الايبيديميكس دلوقتي كل سنه كنا بنطلع اخبار كتير جدا، السنه دي 2020 الايبيديميك نيوز كلها بتغزوها اخبار الكورونا فيروس، فعايزين نجيب حاجه غير الكورونا فيروس. ندور كده في صفحات ال WHO والجرايد واليوم السابع والبي بي سي والحاجات دي. لو عايزين مسابقه كده سريعه وقت ما تشوفوا الفيديو ده، يعني حاجه فور فان، حتى مش لازم مسابقه لاني مش هقدر اديكم جوائز دلوقتي، كنت زمان بقدر لما بشوفكوا فيس تو فيس. عايزين نعرف قصه تايفويد ميري، لما تشوف الفيلم بتاعها الست اللي هي كانت اشهر كارير في التاريخ دي، في واحد هو اللي كشفها وحقق في الموضوع، هل كان الشخص ده ابيديميولوجيست ولا لا؟ ده السؤال. واسمه ايه؟ What is the name of this person؟ السؤال الثاني، What is the R node of SARS coronavirus 2 اللي بيسبب مرض كوفيد 19؟ ولما تاخدوا الفايل ان شاء الله في صورة فيديو بي دي اف، في تيبس كده ازاي تذاكر هذه المحاضرة لو انت ريجسترت في الكورس ده. دايما في تيبس كده ممكن تستعملها، و
أعتقد كده نكون وصلنا لنهاية المطاف. يا ريت تبتسم مرة أخرى، وممكن تستعملوا السكرتيف. وأشكركم برضو على حسن الاستماع. المحاضرة التانية دي هي صلب الإبيديميولوجي بصراحة، يعني لو عايز تنصح حد من زمايلك بياخدوا الكورس، أنت ممكن تحكي له قصة المحاضرة الأولى كده بسرعة، إنما المحاضرة التانية هي فيها كل مصطلحات الإبيديميولوجي وفيها chain of infection. تبقى المحاضرة الثالثة والأخيرة في الجزء بتاعي، ودي هتكون عن ازاي بقى نمسك تشين اوف انفكشن الست حلقات دول ونقصقص عشان نمنع انتشار العدوى. واشكركم جدا على حسن الاستماع، ولا اتمنى سوى رؤياكم يعني فيس تو فيس عشان نستفيد بالكورس مع بعض ويبقى يعني مجدي اكتر شويه. وشكرا لكم جميعا.